كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة اليمن. جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم وزير الخارجية جمال عبد الله السلال الذي سلمه رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها. وخلال اللقاء جرى التطرق إلى آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن وجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي لإنجاح العملية السياسية وتعزيز دور الدولة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية. كما ثمن الوزير السلال دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها وما تتطلبه من دعم الأشقاء والأصدقاء لمواجهة التحديات والخروج إلى بر الأمان.